إذن من العيون إلى السدود، ونتحدث عن جاهزية السدود العمانية بالتحديد في ولاية سنا وسد العيون التي تعتبر طبعا السدود من أهم المنشآت المائية في السلطنة، تقوم باحتجاز كميات كبيرة من المياه، يعني أهميتها كثيرة، تهدف يعني الحماية من الفيضانات، مخاطر الفيضانات والتغذية الجوفية وأيضا التزويد بالمياه. نتكلم بالتحديد عن وادي أو سد العيون بالتحديد في ولاية سناو مع ضيفنا الكريم عبر الربط المباشر الأخ خالد بن سعيد الرحبي، فني حقل بقسم المراقبة والدراسات بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية. صبحك الله بالخير الأخ خالد، أهلا وسهلا بك معنا في قهوة الصباح. صباح النور والسرور، أهلين الأخت خديجة، مشكورين على الاستضافة وبارك الله فيكم، ونرحب كذلك بالمشاهدين. أهلا بك الأخ خالد، حياك الله. السلطنة أولت اهتمام كبير في أمر السدود معانا، والكثير من السدود هنا في السلطنة صارت ممتلئة الآن وجدا مفيدة، ومثل ما ذكرت زميلتي خديجة أنها تحمي من الفيضانات وغيره، فكلمنا عن سد العيون في ولاية سناو. طبعا سد العيون، سد وادي العيون للتغذية الجوفية، تم إنشاء عام 2019 ميلادي. سعة التخزينية تصل إلى أكثر من مليون متر مكعب، وبطول إجمالي يصل إلى 1963 متر، وأقصى ارتفاع له يصل إلى 5.5 متر، والمساحة الإجمالية للسد 36 كيلو متر مربع. طبعا السد سيسهم في تغذية الخزان الجوفي بمنطقة وادي العيون والقرى الواقعة أسفل السد، وبزيادة مستويات مياه الآبار والأفلاق في ولاية سناو. جميل جدا أخ خالد، نحن نتكلم أيضا عن أهمية السدود بشكل عام وأيضا جدواها الاقتصادية. طبعا السد هو إنشاء هندسي يقام على مجال الأودية بهدف تخزين مياه الأودية لكي لا تضيع حذرا في البحر أو الصحراء، وتجمع هذه المياه في مناطق محصورة وتتسرب تدريجيا إلى باطن الأرض، وكذلك والمياه التي تتسرب في باطن الأرض تأخذ مجراها الطبيعي عبر طبقات الأرض ولتغذية الخزان الجوفي وزيادة مستويات المياه في الآبار والأفلاك، وكذلك الحماية من مخاطر الفيضانات والسيول على المناطق السكنية والمناطق الزراعية، وكذلك يمكن الاستفادة من الطمي في البحيرة السدود للزراعة لخصوبته. طبعا في محافظة شمال الشرقية يوجد 8 سدود قائمة حاليا، ومنها سدين قيد الإنشاء، سد وادي قفيفة وسد وادي وريد، ليكون العدد الإجمالي إن شاء الله 10 سدود في محافظة شمال الشرقية. ما شاء الله، جميل جدا، رائع أن وجود السدود في محافظة كثيرا ما تجد الأمطار تحصل فيها. الأخ خالد، الكثير أيضا من المواطنين يحبوا يزوروا هذه السدود، يحبوا يشوفوا المياه أو تجمعات المياه فيها، فما هي الكلمة التي توجهها لهؤلاء الزوار؟ طبعا السدود تعتبر واجهة ومعلم معماري وسياحي، وطبعا في أثناء الأمطار تتكون بحيرة جميلة، وننصح الزوار بعدم الاقتراب من بحيرة السد أو السباحة لخطورته، حيث البحيرة تحتوي على الطمي وترسبات باعتبارها مصيدة ليمهر السباحين، وكذلك نتمنى من الزوار عدم العبث بمرافق وأجهزة السد لأهميتها ودون التقليل من كفاءة السد. جميل جدا، إذن مع هطول الأمطار في الآونة الأخيرة ما شاء الله، نتكلم أيضا عن امتلاء السدود وكميات المياه المسجلة في ولاية سناو الأخ خالد. الحمد لله شهدت السلطنة أمطار من بداية شهر يوليو، حيث في اليومين الآخرين سجلت على أعلى معدل هطول أمطار هي ولاية المضيبي بمعدل 65 مليمتر وسناو 51 مليمتر، ويساهم كذلك في رفع مستويات المياه المحتجزة في سد الوارية وسد وادي العيون، حيث بلغ ارتفاع منسوب المياه في سد الوارية 10 متر وسد العيون 3 متر، ما يساهم في تعزيز الخزان الجوفي ورفع مستويات مياه الآبار وتصريف الأفلاق لولايتي المضيبي وسناو. جميل الأخ خالد، سنتحدث عن مواصفات وأهمية سد العيون بالتحديد، بحكم أنه هو السد الوحيد أتوقع في
ولاية سناو. طبعا سد العيون هو السد الوحيد الحالي في ولاية سناو، يتكون من مفيض من الخرسانة المسلحة وبطول 250 متر وارتفاع 3 متر، هذا ارتفاع المفيض. ارتفاع الإجمالي للسد 5.5 متر ويسع لسعة تخزينية أكثر من مليون متر مكعب، وبطول الإجمالي يصل إلى 1963 متر. يوجد بالمفيض حوض للتهدئة لتقليل سرعة تدفق المياه، ويوجد ذلك للسد فتحة تصريف واحدة بقطر 60 سنتيمتر، ويسهم إن شاء الله في تعزيز الخزان الجوفي بولاية سناو. ما شاء الله، جميل جدا. نحن شاكرين وجودك معنا اليوم الأخ خالد بن سعيد الرحبي، فني حقل بقسم المراقبة والدراسات بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية. شكرا جزيلا لك. إذا يعني هي منشآت مائية جميلة، يعني جدواها اقتصادية فعلا مفيدة، وأيضا يعني نحب نزورها. أتذكر لما كنا صغار دائما نروح السد لما يمتلي ونشوف الماء. كثير نزور السدود، وهو وجه نصيحة أيضا مهمة بأن زيارة هذا السدود يتطلب أيضا الحذر وعدم الاقتراب من الأماكن اللي ممكن تكون خطيرة. فعلا، إذا زيارات ممتعة نرجوها لكم مشاهدينا مع هطول الأمطار في الفترة الأخيرة. نتابع وإياكم مشاهدينا مسابقة المثقف الأول النسائية، تقرير جميل جدا من إعداد زميلتنا صالحة المجيني، ومن ثم نعود لكم، كونوا معنا.